السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبر عاجل: حالات تسمم غذائي عديدة في بلدية المقرن بولاية الواد، ما يفوق 100 حالة، وشكوك عن تناول لحوم الحمير عند بائع المأكولات السريعة، وأقوال أخرى تقول اللحم المفروم هو سبب التسمم. والفرق الأمنية الآن راهي تدير في تحقيق، إن شاء الله خير، ونطلب السلامة والشفاء للمصابين بالتسمم. فضلا وليس أمرا، إذا أعجبك الفيديو ما تبخلناش من تعليق وإعجاب ونشر الفيديو للأصدقاء والأحباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.